إخواني المغاربة، إخوتي المغاربة داخل التراب الوطني أو خارجه، هذا اللايف هذا كاين واحد النوع خطير كيشكل خطورة على عليا أنايا. الطريقة ديالي اللي كانت درت واحد اللايف في مدينة ديال قنيطرة، درت لايف كتقول كتحصلت على الخيانة الزوجية، راه المتتبعين الكرام راهم معنا على الخط، كنشكرهم مزيان. اللي كان درت اللايف وكانت تحصلت على الخيانة الزوجية وكان تم الاعتقال ديالها من طرف محكمة، تمت المحاكمة ديالها من طرف محكمة ابتدائية في سطات قبل الفيديو الإباحي، على قبل الفيديو الإباحي اللي كانت دارت، تحصلت مدير واحد فيديو إباحي عارية تماما، وكتستعمل واحد الوسائل لا داعي للإخوان، حيت كنحترم الجمهور، كاين اللي مع والديه، كاين اللي مع الإخوان ديالو، كاين اللي كيحترم حتى الزوجة ديالو في البيت، كاين اللي كيحترم بزاف ديال الحوايج. دابا نرجعوا لذاك السيد اللي راجل ختا اللي جا من فرنسا، داك هداتني هي، هي عيطت ليا قالت لي يلا نعرفك راجل الدار ديالنا، ما كنت ما كاينش في الدار، يخسر عليك 100 مليون. والسي راجل خت اللي جيت تم من فرنسا بغيت تخسر عليا 100 مليون، تعطينا مليون نجيو عندك فين مكتي، شاطعوا لك الفلوس، دير جمعيات في ديال الخيريات، كاينين الناس معجزين ما عندهمش ما ياكلوا، كاين الناس مقعدين شرينا مكروسات، وانت جاي اخويا قاعد الفلوس بغيت تخسر عليا، واش انت مرتك هادي ولا واش ما حشمتيش ملي شتي هاد الفيديوهات ديالها، هاد السجن وعائله قد الخلاف، فرتك بيت الزوجيه ديالي انا، وفرتك حتى بيت الزوجيه ديال الدار ديالهم، كلشي تشرد. انت مالك اخويا ضرباتك على نفسك، انت علاش غتكون انت في ملك الله؟ انت خوتها مالهم عارفين كلشي، عارفين خوتها ولا العائله ولا العالم كامل، استغفر الله، الله سبحانه وتعالى راه عارفها هاد السيده هادي. ما عمرني خنتها، ما عمرني وقع لي مع شي مشكل، ما عمرني لقيت لها التليفون ديالها، مشيت معاها بالنيه، وشكون اللي حصل لي السي من فرنسا انت اللي باغي تجيب لي عصابه؟ راه حصل الله سبحانه وتعالى، ربما راه عندك شي مشكل انت، بلا من انت راه كلشي في راسك، كلشي في راسي، راه عارفين من بيع وعارفين الزواج منذ البدايه ديال الزواج ديالك، وعارفين كلشي كنعرفونا. السي اللي جيني من فرنسا جاي باغي تهددني انت والزوجه ديالك، راه عيطت لي هاد الخائنه اللي كتحصلت على الخيانه الزوجيه، السي راجل ختها اللي جاي من فرنسا، وراه عيطت لي قالت لي ماشي سوقو، عندي مشكل معاك، يدخل سوق راسو يمشي يحكم على مرسو ويحكم على ولادو، هادي خد الزوجه ديالك السي اللي جاي من فرنسا. ونقول لك واحد القضيه، انا مستعد لك في اي بلاصه كنتي، انت راك تعرف النمره ديالي، وراك هددتيني في البيت ديالها في قنيطره، راه كاين التسجيل وكاين النمره ديالك باقا عندي، والتهديدات اللي كنت كتهدد فيا كتقول يلا كنعرف انا عندي الناس في الرباط، انا عندنا الله سبحانه وتعالى وعاش الملك وراه كاين القانون. دابا غنوريك الجديد وغنقرب لك مزيان وغنحضرك معايا في المحكمه الشريف، انتم الاخوان ديالي. بلا ما نطول عليكم، فيسبوك كاين القانون وكاين الله فوق مني، هاد الفيسبوك ما عمرني كسبتو في الحياة ديالي جامي بتاتا. شكاية السيد وكيل الملك، هادي شكاية السيد وكيل جلالة الملك الله ينصرو لينا وعاش الملك، كنشكر القضاء والنيابة العامة على النزاهة ديالها، ونحن فخورين بالقضاء والنيابة العامة ديالنا وعاش الملك. لقيت فيسبوك ديالي، النمرة ديالي خاصة بيا في اتصالات بلاكارد ديالي بالكونترا ديالي، مفتوح كونت ديال الفيسبوك، وكتراسل مع هاد السيد راجل اختي في فرنسا في الفيسبوك من النمرة ديالي. راه دخلنا للزملاء ديالها، لقينا تقريبا واحد 26,000 ديال الزملاء اللي كتنصب بهم بهاد بالنمره ديال الفيس. انا ما غاديش نظلمها، الاسم ديالك بالاسم ديالي، النمره ديالي نديرها فيسبوك بالنمره ديالي، وانا ماشي غنظلمها، غنقول لهم هي راه القانون اللي غادي يجيبها، وغادي يجيبك السي اللي جاي من فرنسا، هذاك الشيء اللي باغي تخسرو انت باش تجيب عصابه، راه واقيلا غتخسرو تحت من القضبه ان شاء الله باذن الله. هذه شكايه السيد وكيل جلاله الملك،
راه داخل فيها حتى ان شاء الله باذن الله. هذاك مول الحانوت هو راه كاين، هو راه كاين في الاخر هنا مول الحانوت اللي في قنيطره في المسيره في النهضه الزنقه 154. لا ما كنقول ما نسميش انا، كاين الدكان ديالو تما باش ما يعرفش، راه حتى حاجه ما كتخفى علينا. هذه الاخوان شكايه، راه السيد وكيل جلاله الملك عطى التعليمات ديالو، راه في اطار ديال البحث ديال الشرطه القضائيه. هادو التصاورات ديالي اللي كانوا كيشهروا بهم، التصويره هاد التصويره ديالي، وما عمر الفيسبوك درت وانا كاع مره بواحد المناسبه ديال الصديق ديالي تعرفت عليه قلت سنوي، قال لي اش ما ديرش فيسبوك؟ قلت له دير ما عنديش بشي علاقه، انا الواتساب راه عندي بها كان شي عائله ولا شي تخربيق. قال لي لا، قلب التليفون قال لي التليفون الفيسبوك ديالك راه خدام واحد 3 سنين ولا 4 سنين. هاد المدير قال لي اه، حبسها ليا الصوره ديالك، كنشوف الصوره الصوره ديالي هادي، مازال غادي نوريك التصاورات ديال وضح للناس باش هادي الصوره ديالي الاخوان، هادي هذا فيسبوك مفتوح وكيشهروا ليا في التصاور ديالي وانا ما عندي لا علم لا يديك لا يخليك لا والو. ماشي غنظلموا هاد السيد، حنا مديرين شكايه للسيد وكيل الملك ضد مجهول من اللي غادي يكون البحث المعني بالامر ولا معنيه بالامر، يديروا الحراسه باذن الله. هذه الصوره ديالي، الصوره الثانيه، التشهير الثاني اللي كيعاقب لي القانون. هذه الصوره ديالي انت هي مديرينها في التشهير في الفيسبوك في الكونت بسمية بالنمره ديالي انا. راه كاينين الناس غتسيد عليهم الضابطه القضائيه وغتسمع عليهم غادي يقول لهم واش كان كيتراس معكم العماري محمد ولا كان كيتراس معكم شخص او شخصه. هادي عيد الميلاد درت ولاد السيد، هادي الطليقه ديالي اللي كانت حصلت على الخيانه الزوجيه اللي مديرها الله في قنيطره. هذا اللي جي راجل ختم من فرنسا باغي يهددنا. شوف السي، هذه التصويره ديال عيد الميلاد ديالي انا وياها حتى هي مليوحه في الفيسبوك. منين جات هذه غادي يلوح اللي غادي يلوح هاد التصويره، منين جات التصويره هذه؟ هذه قسما بالرب المعبود عمرني ما شفتها انا، درت لها عيد ميلاد والله ما عمرني ما شفتها بالله. هذه تيرا ولي اخوان من الفيسبوك، هذه التصويره ديالي انا وياها، هاد الخائنه، هاد الخائنه اللي كنت واخده على سنه الله ورسوله وخانت واحد العقد ديال 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 عقد النكاح على سنه الله ورسوله. هادي غادي انت غيشوفك الله دابا، طفرتي زعما عيني لك تي واكله وشاربه، عاد باش غطفري مع داك اللي نتي منين لك تما. هادو الاخوان سكانهم لي الصديق ديالي، هادو الاسماء. لا ما نقولش اسماء انا، الاسماء اللي كاينين هنا عندهم علاقه بهاد الطريقه ديالي هادي. انا ما كنوجهش ليه التهمه، ولكن الارقام اللي كاين هنا كاين اخ ديالها كاين صديق ديالها وكاين واحد ود شي عدد ديال العموميه كاين هنا. اذا ما يقدرش شي واحد يدخل لي الفيسبوك ديالي وياخذ المعلومات كامله وغادي يكون غيكون شخص بعيد لا علاقه وغادي يجبد لي التصاور ديالي انا، بالخصوص التصويره اللي انا وياها في عيد الميلاد، وغادي يشهر لي التصاور ديالي. هادي راه الله سبحانه وتعالى وكيف ما دعيتها الله. انا كنت كنتلقى الاسعافات في مستشفى بني رشد في 20 غشت مصاب بمرض السرطان، شافاني الله سبحانه وتعالى. كانت واحد السبان وقيمة ما كانتش كتجي عندي، كتقول لكم حقا انا كنمشي عندو وطلبت الله، راه الله فوق مني ما عندي الصوت، وقلت لي نطلب الاوديو من بعد نتصنتو ليه، قلت له نطلب الله سبحانه وتعالى ما بين الموت والحياه. السيروم هنا ومديري لي البلاكيت هنا ومدوزي لي الشيميو من هنا، قلت له راه نطلب الله، عندك التعبير نطلب الله سبحانه وتعالى يطول لي الله العمر حتى نحصلك ونشوفك بعينيا، واستجب لي الله الدعاء. الحمد لله شافاني الله وخرجت تحصلتها وشتا بعينيا وصيفطت الحبس. هذه تصاورات ديال النوامر ديال النص ديال لافاميلي ديال هنايا. ها هو القهوة مسكانية، أنا غادي نحمل المسؤولية لهاد السيد هذا، ولهنا ما نظلموهش، حنا ما كنشيروش التهمة لا هي. ملي غيكون البحث راه غادي يبان ولا غادي تبان. جاي معاكم هذاك اللي كان تعتقل مع الخيانة الزوجية، اللي تورط معاه وتعتقل معاه،
راه حتى هو غيتم واحد خاين تنجز واحد المحضر قانوني في الحق ديالو هو، حيت الفيسبوك ديالي كانت كتستعملوا معاه هو ومع مجموعه ديال الاشخاص. الدوله مديره دوله ديال الفيسبوك في النمره ديالي انا، ولا قلب لي هذاك داك اللي حدا هذاك ما تسميته اللي مجوج جميع هذاك مسكين ما يقلب والو، اقسم بالرب ودخل شي مسؤول وقلب التليفون ديال قاعده ثلاث الواتسابات وجوج فيسبوكات، وهذاك مسكين راه تي منين تما مخزون على الشتا، وراه قالت لي واحد واحد كلمه خطيره وتحمل المسؤوليه ديالها، وعندي التسجيل في المكالمه ديال التليفون كتقول لي هذا راه روشيرشي من اللي تم الاعتداء ديالها وجات ديال السبيس حسن الثاني ودارت شهاده طبيه ودارت ديال الطلب ديال الطلاق، وسبق لي دليت لكم بهذا الوثائق هادو، قالت لي راه روشيرشي عندنا نفقه مع امراه من فاس والد معها خمسه، راه في التصريح كيقول لهم كتمشي كتحمل وكتجي كنكبر الدراري وكنسمح ليها وكتجي عاود ثاني نكبر الدراري، هذاك الشغل ديالو هذاك اللي باقي الاخوه اللي غنقول لكم انا السي بلا ما نطول على الاخوان. انت السي عبد الكريم السي مول اعتدي السي راجل ختها، انت راجل ختها هي هاد الطالقه اللي مدير هاد الليف اللي حاصله على الخيانه الزوجيه، وانت شبيني وبينك انت واش انت سوقك واش انت قضاء واش انت نيابه العامه مرسك اختك، السي يحكم في عائلتك ويحكم في الاولاد ديالك انت، انت ماشي سوقك، انت ما عندك لا علاقه بهادشي اللي يديك اللي يخليك لا والو، انت من المفروض من اللي حصلات كون كنتي انت كاين وعارف العلاقه اللي بيني وبينك انا وبيني وبين مرتك ولادك وباك وعائلتك، غتجي عندي تقول يا سي محمد خويا بغيت نتقاوى، كيف ما كتهدد فيا في التليفون اش تهددني خويا، قول لي يا سي محمد خويا اش وقع، قول خويا وقع 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 وقع، وربما انت راه انت راه في راس ماشي انت العالم كامل في راسو، عاد باش غتجي انت باغي تهددني انا، وانت قول لي قدام الجمهور كريم اقسم بالرب المعبود بالله اللي شان عظيم، وقول لي فين واش كاين في ولاد زيان ولا كاين في قنيطره عندها، نجي عندك انا وهز السلاح وقتلني، لاش انت غتجيب لي عصابه ولا نجيب لك عصابه، اتصل العصابه سير جيبها لراسك انت وسير قابل مرتك وقابل ولادك، انت ما عندك علاقه بهادشي كامل، ودابا راه غنتابعك راه فيسبوك ديالي كتواصل تاوي في فيسبوك من النمره ديالي انا، انا راه القانون اللي غيجيبك عندي. والكلمه الاخيره اللي غنقول للاخوان واحد الوثيقه فينا هي ما لقيتهاش، الكلمه الاخيره اللي غنقول للاخوان، حنا ولاد القانون حنايا، حنا ما كنخافوا من حتى شي واحد، كنخافوا من الله سبحانه وتعالى وعاش الملك وكاين القضاء في المغرب، واللي مدير شي مخالفه حنا غاديين مع القانون، اللي دار شي مخالفه راه كيعاقبوا القانون. هذه الناحيه الثانيه، راني مرتبك اسمحوا لي الاخوان، بغيت نقول لكم على كتقول لكم حق الدار ما الدار، الدار الشريفيه راه غنحجزها لك بالقوه ديال القانون، بالقانون الخيانه الزوجيه معوضه ليا المحكمه 3 مليون، وملي زورتي ليا الوكاله ضربتي 4 شهور ديال الحبس وخرجتي المحكمه حكمت عليا ب 3 مليون، عندك 6 مليون ديال التعويض، راني مدير دعوه للمحكمه استعجاليه باش نحجز لك هذيك 6 مليون، وخلي ديك 3 مليون اللي عطيتك الدعوه راه جاريه. وكنشكر الجمهور الكريم ربما لا تسابق شي حاجه ماشي هادي، كنشكر هاد الاخ وكنشكر القناه. الاخوان ديالي ما ركتش لكم لا واحد هاد التهديد، راه باقا السيده كتهددني في التليفون، كتعيط ليا كتهددني كتقول لي الله ينعل جدبوك وندير لك ونجيب لك عصابه وندير لك ونفعل لك، ورانا جيت معاها في الطونوبيله طلعنا قلبناك في السبيطار مشينا لضرب عمر مشينا قلبنا عليك. والتهديد اللي الغالي في الامر هو واحد ولد ختها، ولد ختها صحيح طوير صحيح مزيان ولد ختها هددني في التليفون، الله تندير لك والله تنفعل لك هذا ولد ختها، بلا ما نسمي السميه ديالو بلا ما نسمي السميه ديال ختها، عندها دري عندها ولد ديال الخدام ما عاد برا ولا ما عاد فين تا هو خدام، تا هو عيط ليا وعرضني للتهديد، راه واقيلا كيقول لك انا تا هو واقيلا لاباس عليهم هما لاباس عليهم، انا عندنا الله سبحانه وتعالى، هذا راه ولد ختها اللي كانت تقدمت معايا في الشكايه تا هي، دابا عندها جوج خواتات اللي كبر منا لا اللي كبر من اللي كبر منا
اللي كبر من المتوسطه. كاين ربعه الخواتات، كاين هاد السيده اللي في فرنسا اللي كيهددني راجلها، وكاينه وحده مجوجه في سطات، وهاد السيده راه كان مجوجه في سطات ومشى للرباط، ولدها راه كيهددني وانا راه ما بينه وبينه والو، ولا كان شي حاجه ديال القضاء. حنا راه القضاء، حنا ما كنديرو لا فوضى، يديك اللي يخليك لا والو. التسجيل كاين ولا غنجيبك فين ما كنتي انت امك، اموت هي كتهددني وعاش الملك. حنا راه في دوله ديال القانون، ما كنخافو من حتى شي واحد، وحنا براسنا درنا خالفنا القانون تعاقبوا. هاد الناس خالفوا القانون خاصهم يتعاقبوا. والسلام عليكم.